كنت ببحث عن القدرات غير العادية في البشر، بس في النهاية ما لقيتش إلا الحيل والخداع، وأحياناً الخيالات والأوهام، ودايماً لقيت الفقر والجهل والتخلف. كان أستاذي بيوفر تمويل للبحث من جهة ما، قال إنها بتشجع البحث العلمي وجايز تستفيد من نتائج البحث. يومها كنت قررت إني أطلب من أستاذي تغيير موضوع البحث. Very good. تعالي طارق وريني. أنا عارف إنك تعبت يا دكتور، بس ما ينفعش تغير موضوع البحث، لكن ينفع تغير طريقته. البحث عن الحالات ما ينفعش يكون بحث فردي. خلاص الإدارة تدور وتبلغنا، كل عمدة قرية يبلغنا بالحالات اللي عنده، ضباط البوليس، المباحث، المدرسين، أئمة الجوامع، كل أجهزة الدولة هتتجند للبحث عن أي إنسان عنده قدرات غير عادية. فاهم؟ مش مهم، المهم إن أنت أجازة من دلوقتي لمدة شهر، يعني ما شوفش وشك لمدة شهر. يلا سلام يا دكتور. كنت تعودت على السفر والتجوال من غير هدف، وفكرت اني اروح في مكان ما اعرفوش وما اعرفش فيه اي حاجه. يا استاذ انت بتسال على الجندر؟ ايوه. انزل هنا اسال على عم حبيب. عم حبيب الله كله يعرفوه. عم حبيب الله. ايوه انت عاوز ايه؟ يا ترى في غرف فاضيه؟ انت عاوز غرفه؟ تعال. ايوه جيب الجردن ده. لا لا تمام شكرا. جيب شكلك راجل طيب. شكرا. حظك كتير حلو، كان في اتنين ارسال مفروض حاجز لهم غرفه بس جوازي باظت. احسن برضو الورق ده المطبخ بتاعنا بنسوي فيه الاكل، ودي سفرة عشان الفطور كل يوم الصبح بدري، وهنا لو عايز تتفرج على مع بعض كله وده الأوضة بتاع التلفزيون عشان يبقى اتفرج على أفلام. تعال نوريك الغرفة بتاعتك. عاوز خدمة تاني؟ شكرا يا حبيبي. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كام دول؟ 3 جنيه. سكان البانسيون كانوا خلطة غريبة،
غالب عليها طابع الفن. رامي الشريف مغني أوبرا سكندري، مش هتبطل نهيق الصباح ده يا ساتر. والشيخ رجب البنهاوي منشد موشحات دينية ومغني شرقي. هذا مكان للسكون والهدوء، مش النهيق والنعير كل صباح. حتى الصيادين اشتكوا، الأسماك هاجرت من عندنا، صوتك بيزعجها وهي تحت الماء، حتى الكلاب هجت من هنا. يا أخي ارحمنا الله يرحمك. وانت سنيور أنطونيو ما تقول حاجة، ساكت ليه؟ ولا انت ولا همك حاجة؟ أما سنيور أنطونيو فجاي اسكندرية عشان يكمل تصوير فيلم عن عاهرات مواني البحر المتوسط. كان عامل حسابه يقعد أسبوعين، لكن قعد سنتين لحد دلوقتي. تعال هنا، رايح فين؟ مش بكلمك أنا، يعني انت عاجبك الأصوات دي؟ عاجبك نصحى الصبح كل يوم على الأصوات دي؟ يعني ايه دي؟ يعني ايه؟ طبعا ولا على بالك. رد على صاحبك يا رامز بيه، رد. الله، إن أنكر الأصوات ليس صوت الحمار، وإنما صوت رامز شريف. والنزيل الأخير الدكتور راجي منصور، أستاذ في كلية الفنون الجميلة. Porque no te llevas mis putas, pendejo, ha? ¿eh? Hijo de maricón. ديسما كبتاتي انا انت حرامي. انا برسمها. No, انت تقول. اه انا اقول اه ولا لا. انا هرجعها لك. No, ديسما كبتاتي انا. سينيور انطونيو. هو غلطان. طبعا. بس انت فنان. ارتيست. اوكي. يرضيك تبوظ اللوحة بتاعتي؟ لا. يبقى سيبه يرسمها وبعد ما يخلص هيرجعها له. بس مش هياكلها كلها لوحده. لا مش هياكلها. وبعد ما يخلص كمان حبيب لنا صينية سمك. حبيبة حمار. لا حبيبة مش حمار، حبيبة يعني أكل حلو قوي. بوتس. وأخيرا حياة. حياة هي صاحبة البانسيون، ست جميلة ساحرة. هي أم فريدة وتلميذة الدكتور راجي، وأحيانا الموديل بيرسمها. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير. خواجة أنطونيو استاذ سمكة كبير، حاجة حلوة خالص. بس دكتور راجي دي هيرسمه الأول بعدين ناكله. حضرتك يحب حاجة تانية غير السمك تاكله؟ هيرسمه الأول إزاي؟ بس هو رسام. هو رسام ولا دكتور يا عم حبيبي؟ والله ما نعرف، هو مدرس في كلية بتاع فنون بس بيقولوا له دكتور. هتلحق بقى تسويها بعد ما يرسمها؟ لا، ما لازم يرسموا بسرعه المجنونه دي. كمان السمك بيترسم اليومين دول، حاجه غريبه خالص على المجانين. احسن هيبقى هو كتبه كمان. يا دكتور الفيلم مش عاجبك ولا ايه؟ ولا تلاقيك شفته قبل كده؟ لا بس هتمشى شويه. شوف يا جماعه، خد معاك حاجه تقيله، الجو برد بره، ما تعبتش زي المجنون ده. حضرتك صحيتي متاخر النهارده. سهرت شويه امبارح يا معلم. أنا بكرة الأجازة بتاعي، يعني لو أغزة مش بنعمله الغدا، بس معظم الزبائن بينزلوا على الإسكندرية. بس لو حضرتك تحب ممكن أحط لك الغدا في التلاجة وأنت أبقى سخنه. لا متشكر يا حبيب، أنا عندي الإسكندرية أنا كمان. أحسن برضو. اسمك ايه؟ انا اسمي يحيى. وانت اسمك ايه؟ فريده. بتشتغل ايه؟ انا بشتغل دكتور. كويس، بس احنا ما عندناش دكتور في البنسيون.
انت عاوزه يكون عندكم دكتور في البانسيون؟ وعاوزه ايه كمان يا فريده؟ عايزه ولد العب معي. عندك واحد؟ طب متجوز؟ عشان كده. بس عندي بونبوني هناك ممكن تاخدي منه. ما بحبوش. باي باي يا يحيى. عندك شوكولاتة؟ يبقى اجيب منها. I'm a prone to fall.
اوتيمو مايسترو، اوتيمو، برافيسيمو. احسنت والله رامز بيه، احسنت والله. انما ما بتعرفش تقول حاجه عربي. هو صحيح الهوى غلاب. انطونيو، انت مش قلت هتفرجنا على الفيلم بتاعك؟ This part of the documentary I shot in Egypt and the rest all around the world. And I met this superwoman. She has like tits everywhere. Antonio, wait. Farida, روحي لعبي مع ميتشي بره. يلا. انا قلت لك عنبر. يا ست فريدة، انت قلت لي انتر. حتى انا بالاماره ساعتها قلت لك انتر وعبله. هياخد مني حاجه وهيديني فلوس و هاخد منه الحنية كلها. خدتها بقى بفلوس، خدتها ببلاش زي ما انا عايزه. برافو انطونيو، برافو. شكرا. برافو سينيور. والحقيقه مش بطال يا عم انطونيو، بس يعني ما لقيتش غير الناس دي اللي تعمل عليها فيلم كده. حلو. حلو، دي فكره جديده. لكن يا عم في ناس تانيه كتير. وشها قوي قوي، ملامحها. طب يلا بقى يا شيخ رجب، غني انت. ماشي، انا مستعد اغني، بس تردوا عليا يعني، ما تسيبونيش اغني لوحدي. ماشي ماشي. هتعرف ولا ايه؟ لا انا هسمعك، انا غنيت كفايه وانت اتريقت عليا، عايزك تغني عشان انا اتريق عليك. ولا هتقدر. وريني، سمعني، اطرب، اطربني يا شيخ. حبيب حبيب. حبيب. انت ما تشرب زي ام عزة، روح شوف مين بينده لك. حاضر، جايين اهو. اسمع، المرة دي لازم يبقى متأكد. اكتب اسمه علشان ما تنساش. هورس، فهمني؟ هورس. هورس؟ ايه هورس دي كمان؟ بس والله احسن هورس دي من غيره. حبيب ده نخلي اسمنا هورس عشان كل واحد بعد كده يقول هورس بدل حبيب. ومدام الدنيا ماهيش دايما، ومدام الدنيا ماهيش دايما، وقيامة على العالم قايمة، حلوها وافرحوا بيها والطيب اعملوا. في يوم الجمعة من كل أسبوع كان إيقاع الحياة في البانسيون بيتغير. بيخرج حبيب بعد نظرة في مراية المدخل، وجايز تكون دي المرة الوحيدة اللي بيستعمل فيها المراية طول الأسبوع. أما فريدة فبتقضي اليوم مع صاحبتها شيماء، لأن حياة بتنزل اسكندرية. ليه يا بنتي ندخل جوه؟ الشمس برا حلوة قوي. قلت لك عشان المطر. إزاي هتشتي والشمس طالعة؟ اسمعي الكلام، أنت عايزة تتبلي وتاخدي برد. ولما يفضل بانسيون من سكانه وتحس بالوحدة، بيبقى مفيش حل
إلا إنك أنت كمان تخرج. بتاخد اسبوع واحيانا اسبوعين، ويوم الجمعه بروح اودي الشغل الجبري، بس مش عارفه لسه ما فتحوش، الزهر راحت عليهم نوم، فقلت اجي اقعد هنا استنى شويه وبعدين ارجع لهم تاني. هو انت عندك شغل في اسكندريه؟ لقيت نفسي قاعد لوحدي في البنسيون، قلت انزل اسكندريه. طب اروح اشوفهم يمكن فتحوا. يلا باي. الغريب ان الرسم اللي كان كل حياتي نسيته خالص من بعد ما جبت فريده. قعدت ما برسمش يجي 5 سنين لغايه ما جه دكتور راجي ونزل في البانسيون. هو كان استاذي في الكليه، بس مش عارفه ليه اول ما شفته بيرسم كاني غيرت منه، فبقيت بصحى الصبح بدري عشان ارسم طول اليوم وانام بدري عشان اقدر ارسم تاني يوم. ميرسي قوي على الغلط. عفوا، انا نزلت اسكندريه حتى مش عارف ليه، بس وجودك خلى النزوله معنا. اشكرك. انا اسفه، بس ممكن اطلب منك طلب سخيف؟ اتفضلي. كل واحد فينا يركب عربيه لوحده، ومحدش في البانسيون يعرف ان احنا كنا مع بعض النهارده.
وريني لينجوا. حبي أني واحدة متشكرة. عندك تفاح؟ بكرة هيبقى عندي. صوتها منضبط لانها درست غناء. ابراهيم ايه؟ درست غناء شرقي. ابوها رحمه الله عليه ابراهيم زكي مردخاي. درست على ايده هو وداود حسني. لينا مراد استاذتها كانت مدام رشاد. يقول لي بقى شيل وحط بقى. انت بتقوى في كل حاجه ليه؟ خد كلامي ثقه. ده كلام موثق. موثق؟ ايوه طبعا موثق. مردخاي موثق؟ طبعا موثق. انت مش موثقه؟ لا طبعا مش معلش ماشي ده خالص. حاجة سمي عندك. برشيل. خلاص يا سيدي انت ليك حق. اتفضل اسمع.
قضيت شهور أدور على القدرات الغير عادية لغاية ما وصلت للقناعة إنها خيال، وأخيرا لقيت حالة حقيقية وموهبة نادرة. انت ايه اللي خلاك تقلد انطونيو وتفكر تعوم بإيطاليا؟ اصل انا اول ما شفتك قلت بني ادم عاقل زي بقيه الناس اللي في البانسيون، بس للاسف بقى طلعت زيهم. عارف نفسي اشوف مره راجل عاقل. يعني كل الرجاله مجانين تقريبا، بس احيانا ما بيبانش عليهم الجنون لغايه ما يجي سبب يبين جنونهم. وهي اسباب الجنون؟ دايما المنافسه، التنافس على الفلوس او الحب. بس الحمد لله هنا لا في ستات ولا فلوس ولا حب. طب وليه كل الرجاله في البانسيون مجانين؟ لا انا كل الجمعة عندي من الاصل مجانين ما يتجننوش هنا الا انت. انت عندك نزله شعبيه حتى، لازم تاخد الدواء وترتاح. ده كلام الدكتور مش كلام. انا كمان دكتور. يبقى عليك نفسك يا دكتور، ارتاح وخد الدواء. معلش عندي شغل. كنت عاوز اسالها عن فريد، لكن لما مسكت ايدها ما فكرتش الا فيها. مر يومين وما كررتش حياها الزياره، لكن فريده كانت بتيجي طبعا طبعا في الشوكولاته والبونبوني والتفاح ولاسباب تانيه زي الجيلي والايس كريم احيانا. هي ماما بتعمل ايه دلوقتي؟ بتلم صدف جاي من البحر. بتعمل بيه ايه؟ بتحطه عندها في الاوضه لما بتتمشى، بتحب تعمل كده. بس الدنيا النهارده برد قوي، بتحب تتمشى في البرد؟ لما بتفكر بتحب تتمشى على البحر. انت بتفتكري بتفكر في ايه؟ ايه؟ بتحكي على ايه؟ اصل هي بتفكر فيك. أنهيد صح. أنهيد صح. طب تعالي نلعب لعبة تانية. أنا هاخد حبة وتقولي لي كام واحدة جوه الإيد. ماشي. مين؟ ستة. أربعة. فريدة انتي تكسبي. خديهم كله. فريدة انا شايف دكتور راجي بيرسم تحت، تعرفي بيرسم ايه؟ بيرسم السيرك، بس مش عارف يرسم عن جبريل عشان بيتحرك كتير.
يا حبيبي. ها؟ صباح الخير يا دكتور يحيى. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تحب حضرتك نسوي لك شوية قهوة؟ يا ريت شوية. أوه. مدام لازم يتصرف في الحكاية دي. طول العالم ملاحيس، كل يوم شمطة شمطة شمطة. وكمان هيصحوا الست فريدة. وهي مدام فين؟ حضرتك عاوز يشتكي له؟ أنا قلت له قبل كده 100 مرة بس هو مش بيسمع الكلام. لما يرجع أقول له. يرجع منين؟ من الإسكندرية. هو نزل على الإسكندرية. لقيت نفسي بقرر إني أنزل إسكندرية. وكنت متأكد إني هقابل حياة. لفيت في الأماكن والشوارع أدور على حياة بس ما لقيتهاش، وفكرت أرجع للبنسيون لغاية ما شفت ترام داخل محطة، وما كنتش عارف حتى جاي منين ولا هو حتى رايح فين. وبالرغم من كل ده لقيت نفسي قررت إني أركبه. انت هتفضل تبص لي كده؟ مش فاهم. ما ينفعش يا يحيى تقعد تبحلق لي كده. مش عايزاني ابص لك؟ المشكلة هناك، لو قعدت تبصلي بالشكل ده هتعملي فضيحة. قصدك مش عايزة حد يلاحظ العلاقة؟ وهي ايه العلاقة؟ يا يحيى مفيش علاقة. امال ايه اللي حصل ده؟ أنا يحيى بقالي 5 سنين متطلقة، وطول ال5 سنين ما لمستش راجل، والنتيجة اللي حصل النهاردة. يعني لا في علاقة ولا في حب. خش على الشوربه قبل ما تبرد.
شوربة ايه وبتاع ايه دلوقتي؟ خلينا حلوة ايه شوربة؟ شوربة جنيه وشندل اسمه جنيه وشندل. صندل ايه؟ بقول لك شوربه تقول لي صندل يا عم دوق. ان شاء الله ما تغيبش الكهرباء زي المره اللي فاتت. انما الرومانس قعدنا بتوع يا دي 5 ساعات. ميرسي يا عم حبيب الله. الله ينور. الف هنا. تسلم ايدك. شكرا. مدام انت فيكي حاجة متغيرة. حاجة زي ايه؟ بيتي احلى. باردون، انت دايما جميلة بس النهاردة بالذات حاجة زي ما يكون وردة بتفتح. فعلا والله معاك حق يا رامز بيه، انت النهاردة مدام فيكي حاجة متغيرة. ولا ايه رايك يا دكتور؟ انا رايي الست اللي بتبقى حلوه، اصل لو وحشه يبقى ملهاش لازمه ولا ايه؟ بيقول لك مره واحده وحش قوي اتجوزت واحد وحش قوي خلفوا عيل رموه. عجبتك؟ بلاش دي، يقول لك مره واحد حلو قوي اتجوز واحده حلوه قوي خلفوا عيل كلوه. ايه عاوزه ايه؟ مش ده بيت الست فرفر؟ فرفر؟ فرفر اسمه الست فريد هانم يا ابن الجسالة. ايوه بالظبط. عاوز منه ايه؟ خلصنا ورانا شغل. كنت عايز اعزمها النهارده على حفله في السيرك. مفيش بعدين، الست فريده نايم. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. يلا. مش هتحطي روج؟ بيبقى شكلك احلى. كنت فاكر اني محظوظ، لقيت فريده اللي كنت ببحث عنها، وفي نفس الوقت لقيت حياه اللي يمكن كنت بدور عليها من غير ما اعرف. بس ما كنتش عارف اللي هيحصل نتيجه دعوه جبريل لفريده وحياه. ليلتها قرر سكان البانسيون هم كمان ان هم يروحوا عرض السيرك. ايه ده؟ هم لسه ما جبتوش؟ لسه. الامه يا اهل الدار، أزف الوقت واخترب موعد القطار. إن صوتك مثل نهيق الحمار. أنا برضه.
السيرك كله جاي على هنا. لا بلاش تعمل الحاجات دي، بس هي عينة هعمل ايه؟ الغريب ان اللي حصل ما كانش يستدعي كل الانزعاج والقلق اللي نقلته لنا حياه، بس بعد كده اتضح ان عندها حق. صباح خير. صباح النور. الدنيا برد النهارده. امال مدام حياه فين؟ صحينا ما لقيناهاش. حبيب بيقول يمكن تكون نزلت اسكندريه. ضروري لك فطور يا دكتور. هو في ايه؟ في ايه؟ في ضابط مباحث جه سأل على حياة وفريدة وساب تليفونه عشان لما تيجي تكلمه. الناس هنا مش عايزيننا، ما بيحبوناش، بيقولوا ان المزيكا حرام والسيرك حرام. النهارده جت المباحث وسين وجيم والبيت اليمين، وايه اللي حصل امبارح؟ وعملت ايه؟ واسمها ايه؟ قلت لهم ايه؟ قال لهم ان مفيش حاجه حصلت، بس الظابط قال لنا ان احنا لازم نمشي من هنا. الاسد في القفص، ومع ذلك الحمار خايف منه. هو عارف ان هو كده كده هياكله. لما تشوف الست فريدة سلمنا عليها، قول لها جبريل بيسلم عليك. السلام امان. اضطر اسيبك عشان نوضب الحاجه. هاجم البوليس البانسيون بحجة وجود سرقات في المنطقة وفتشوا متعلقات حبيب الله،
وخدوه للاسم لما لقوا عنده حوالي 20,000 جنيه. وأقر حبيب الله أن الفلوس بتاعته، وقالوا أنه بيحوشهم من عمله ومن مكاسبه في سباق الخيل اللي بيراهن فيه كل أسبوع. ممكن أدخل يا دكتور يحيى؟ عمر البنهاوي. أهلا. حضرتك عايز تقابل حد معين؟ أنا جاي قبلك أنت، وعاوز الكلام محدش يسمعه. مفيش حد غيري هنا. حبيب الله اتقبض عليه للأسف، بيقولوا عليه حرامي هجام بينط على بيوت ويسرقها. بس أعتقد إنهم لقوا عنده مبلغ كبير، غير مبرر إن يكون كذب. سواء قال انه كذبه في سباق الخيل، وقال كمان ان فريدة اظن انها بنت صغيرة كانت هي اللي بتقوله يلعب على اني حصان، وانه غالبا كان بيكسب. انت مصدق الكلام ده؟ معرفش. ان فريدة مبروكة ومكشوف عنها الحجاب. بتهالي المواضيع دي دكتور يحيى. ايوه احنا بنشتغل مع بعض، فريق واحد. مش فاهم. القدرات غير العادية، البحث بتاعك احنا اللي بنموله. انتم مين؟ احنا جهة بتشجع البحث العلمي، مهتمة بالبحث بتاعك وعايزينك تكمله. وايه المطلوب مني؟ فين فريدة؟ ما عرفش. أنا متأكد إنك لو عرفت هتتصل بيا في أي وقت، ليل أو نهار. وحبيب الله هيفرجوا عنه دلوقتي بعد ما اتاكدوا انه ما يعرفش حاجه. مين ده؟ معرفش. كان جاي يسأل على فريدة وحياة. بوليس؟ ما اعتقدش انه بوليس وهو عامل كحكة في شعره. تاخد كاس عرق معايا؟ لا ميرسي. كان في دايما سؤال بفكر فيه، هل قدرات فريدة موروثة من حياة؟
بس حياة ما بتظهرهاش، بالعكس يمكن بتحاول تخبيها وتعتم عليها كمان. وهل لما قابلتها من أيام في الترام كان مجرد صدفة ولا مش صدفة؟ قلت أجرب أنزل اسكندرية وأشوف هلاقيها ولا لا. ما كنتش عاوزة فريدة تورس قدراتي، طبعا كنت عايزاها تبقى حلوة ذكية من غير قدرات غريبة، لأن ده ببساطة بيعمل مشاكل وبيجيب التعاسة والحزن. بس فريدة ورثت اللي عندي، والمشكلة انها عيلة ومش قادرة تخبي اللي عندها. قررت اني اخبي قدراتي لغاية ما فقدت القدرة لمعنى وخلصت واستريحت. سجنت كمان مشاعري ورغباتي كأنثى لغاية ما قابلت يحيى، ولقيت إن لما أفكر فيه بلاقيه قدامي. قلت يمكن صدفة مرة واتنين، وابتديت عن قصد أنده واستدعي. ولقيت إني قادرة على استدعائه. عرفت ساعتها إن النار لسه تحت الرماد. في الأول كانت كل حاجة هايلة، أول سنتين كانوا أحلى سنين حياتي، لغاية ما علاء سافر وابتدت بعد شوية نغم غريبة في جواباته، كلام عن حرمانية الرسم والنحت، مع إنه متخرج من كلية فنون جميلة. وبعد سنة رجع علاء تاني غير علاء اللي عرفته واتجوزته. بتعمل ايه؟ مش كده احسن؟ حيطة بس كانت محتاجة نقاش. اوعى اوعى. فريدة كانت بتكبر وبتزيد فرحتي بيها، وابتدينا نلاحظ قدرتها. طفلة في ذكائها وقدرتها الغريبة ما كانتش مفاجأة ليا، بس أكتر حاجة جرحتني لما ابتدى يشك في بنته. قالي مش عارف فريدة بنته ولا لأ، أمال بنت مين؟ بنت إبليس أو ممسوسة بجن سفلي؟ خدت فريدة ومشيت، اتطلقت. بس الناس ما بتحبش الست المطلقة،
قلت أبقى زي الناس، هتصرف زيهم وعايز زيهم، أصوم وأصلي، حتى الرسم سبته عشان أبقى زيهم. أوحش حاجة إنك تبقى مختلف عن الناس. أنا بقى عكسك، طول عمري بدور على الناس المختلفة. عارفة ليه؟ عشان أنا عادي جدا زي بقية الناس. انزل دلوقتي. الوقت اتأخر، تعال بكرة. خد شمسية معاك، الدنيا بتمطر برا. فريدة، فريدة، قومي يلا نلبس هدومنا. اتعودت اني دايما اقعد جنب باب المكان، كانت قدراتي على الاحساس بالخطر بقت قويه زي الرادار. كان جرس انذار بيرن في عقلي بيقول لي اجري اهربي. النقاب كان هو الحل، طاية الإخفة اللي أقدر أشوف منها كل الناس من غير ما حد يقدر يشوفني. كنت موجودة وفي نفس الوقت مش موجودة. بس الفلوس كانت تقريبا خلصت. المشكلة إن ما كانش لينا بيت، حتى بيوت الأصدقاء كانوا بيعرفوا يوصلوا لها، وطبعا الأوتيلات كانت مجرد فخاخ. لقيت نفسي في النهاية هربانة وأنا بدافع عن حريتي، بإني أسجن نفسي جوه نقاب، وإني خايفة وأنا حرة أكتر من خوفي لو سجنوني. أنا آسف جدا، أول ما كلموني خدت العربية وجيت من مصر على طول. تصوري خدوني مخالفة بالرادار. أنا آسف يا مدام حياة عطلتك. ممكن أعرف عاوزين مني إيه؟ خير إن شاء الله، ساعة بالكتير
واخدك بعربيتي اوديك المكان اللي انت عايزاه. انا بقالي اسبوعين البوليس بيطاردني، عاوز اعرف انا متهمه بايه. مش للدرجه دي، لا تهمه ولا حاجه. شوف يا ستي، في شويه كلام فارغ لازم نخلصه، اجراءات يعني. شويه بلاغات. بلغت ايه؟ كلام فارغ ملوش اي اهمية. ان فريدة بتعمل سحر وانها على اتصال بالسفليين. كلام جهل. بس هنعمل ايه؟ دي بلدنا. انا عارف ان فريدة عندها قدرات غير عادية. بنت موهوبة. وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. أنا عارف إنك تعبتي، وعشان كده لازم نعوضك. موهبة زي فريدة الدولة هي اللي لازم تتكفل بيها. أحسن تعليم، مع مرتب شهري كبير، وإقامة كاملة في القاهرة. في الأول هنجري شوية اختبارات، ده لو أنتي وافقتي. ولو ما وافقتش ولا حاجة، هنخلص الإجراءات وهوصلك بعربيتي لحد بيتك. طب ممكن أعمل تليفون علشان أخد تليفوني برا؟ طبعا. كم النمرة؟ ثواني. 012 12 12 05 12 05 2 0 0 7 2 0 7. ده الدكتور يحيى. هو انت تعرفه؟ طبعا، الدكتور يحيى بيشتغل معانا. بيشتغل معاكم؟ وهو كمان اللي قال لنا على موهبة فريدة. مفيش داعي. عموما مسيركوا تتقابلوا قريب. مش مهم. مساء الخير يا دكتور. اهلا يا عبير. ايه الاخبار؟ امال مين معاكي الليله دي؟ عزه وشيماء. تلاقيك زهقت مننا. ماما خلاص هانت. ايه بقى، هنوحشك ولا مش هتبقى عايز تعرفنا تاني؟ بكره تجري عليها، خلاص هنفك الجبس. وريني ايه الاخبار. عالي، تصبح الخير. عايز مني حاجه؟ ليلتها كان مر عليا اسبوعين وانا محبوس في الجبس. ما كنتش عارف اني همر بتجربه غريبه. لما بفتكرها دلوقتي بحس بنفس الذهول اللي حسيته ساعتها. Hey!
ايه؟ لا مفيش. دوست على الجرس بالغلط. اسف. طب الحمد لله. انا افتكرتك تعبان يعني لا سمح الله ولا حاجه. المكان حلو والجو جميل، بس في شيء مش مريح. يمكن لاني مرتبكه، بس بيتهيالي ان فريده كمان مش مبسوطه. الكل مبهورين بفريده، بس انا فشلت. كل الاختبارات بتاكد اني ما عنديش اي قدرات غير عاديه. اتفضل. كنت فاكرة ان القدرة رجعت لي لما كنت بحب اقابل يحيى. كنت بلاقيه قدامي. دلوقتي مش قادرة اعرف حتى مين اللي بيخبط على الباب، الروم سيرفيس ولا عمر ولا حد تاني. هل اللي حصل مع يحيى كان مجرد صدفة؟ ولا يحيى هو اللي عنده قدرة إيحائية وقدرة على الشفافية؟ مين اللي كان بيواجه التاني؟ أنا؟ ولا يحيى؟ حاولت افتكر حوادث تحريك الاشياء عمو. كنت موجود، يعني ببساطه ممكن تكون ارادتي انا اللي حركت الحاجه مش اراده فريده. اما معرفه فريده باللي في ايدي فده ممكن يكون بسبب انتقال المعلومه مني ليها، ونفس الحكايه في حاله معرفه حاجه هي مش شايفاها. ماما بتلم صدف جاي من البحر، وجد راجي بيرسم السيرك، بس انا كنت شايفها. اما كل اللي حصل مع حياه ممكن اكون انا اللي عندي القدره على توقع او معرفه مكانها مش هي. حورس فهمني، حورس. لكن الشيء الوحيد اللي ما كانش له تفسير هو تنبؤات فريده في سبق الخيل. شوف يا دكتور يحيى، انا كنت بنسالها دايما كده على نلعب على ايه، يعني مثلا رابح ولا شامبيون ولا رهوان. يقول لي رابح، نلعب على رابح. وساعات ما كناش بنسأل، مرة يكسب مرة لا. يعني اللي كانت بتختاره فريدة ما كانش دايما بيكسب؟ لا، الست فريدة دي ملاك، فيه شيء كده لله، بس مش على طول. وحشني والله البت الست فريدة دي، وحشني قوي كمان المدام، بس بصراحة الست فريدة أكتر. ما تبيت معنا الليلة يا دكتور. اشكرك يا حبيبي. من غير تكاليف ولا حاجه. اشكرك، انا لازم ارجع القاهره عشان عندي شغل. مش هندفعوك الحساب.
انا لازم امشي دلوقتي. خليك. خليك. ما كانش في اي حاجه بتحسم في كلام حبيب الله ان فريده عندها قدره على التنبؤ او المعرفه، وبقيت متاكد اني توهمت او تخيلت حاجات مش حقيقيه. قعدت افكر بالايام في حياه وفريده، حاولت اعرف واشوف هما فين، لكن ما كانش قدامي غير الظلام والحيطان اللي عايش جواها. حاولت تحريك الاجسام زي ما حصل قبل كده، لقيت اني مش قادر احرك حتى ورقه الا لو مسكتها بايدي وحركتها. وصلت لحاله من فقدان الثقه واللخبطه، مش عارف اللي حصل لي ده هلاوس ولا حقيقة. هل حياة هي صاحبة القدرة ولا أنا ولا فريدة؟ كان الحل أني أخد أجازة من حياة وفريدة ونفسي وذكرياتي وعقلي وعجزي، وأخرج من مشاكلي وأدوب في حاجة تانية، حاجة أكبر مني. وليه الناس بتسيب بيوتهم وقراهم ويجوا للولي يناموا في الخلا ويصرفوا من تحويشة الموسم ويبذلوا الجهد والطاقة في الذكر والصلاة؟ ليه؟ هل أنجزت مهمتك يا دكتور؟ مهمتي ما بتنتهيش يا مولانا. كلنا هذا الرجل عبيد، تنتهي مهمتنا عندما نلتحق بالسيد الرحمن الرحيم. الحكومة تسأل عنك. ضابط المباحث أرسل من يسأل عنك. قلت له إيه؟ عندما نراك سنخبره. نحن لا نعادي الحكومة يا دكتور، ولا نتستر على أحد.
هذه الطريقة يا دكتور كالواحة، نبع ماء وسط هجير الصحراء. البشر سجناء، حياتهم الدانية محدوديتها، كدهم وتعبهم، مرضهم وشفائهم، انتصاراتهم التافهة وانتكاساتهم، معاركهم، أملهم الصغيرة، لقمة عيشهم. نحن نقدم لهم ولبضعة أيام معدودة في كل عام واحة من التحليق في الإيمان ومحاولة التقرب من الذات الإلهية. نوسع مداركهم، نرتقي بأحاسيسهم، نرقي مشاعرهم. حلم من بضع أيام مسروقة من العمر والزمان، يصبحون أرق وأهدأ وأكثر قربا من الله. هنا واحة للمؤمنين، نبع للأرواح العطشة. أما أنت يا دكتور فقد جئت لترى وتراقب. أنت لا ترغب فيما يريده الناس، أنت جئت لتعرف لا أن تستريح. أنت جئت لتراقب، والمراقب لا يذوب في من حوله ولا يتقرب لمن حوله، بل يتجنب ويتحاشى القرب. والمراقب دائما متشكك. هنا مكان المؤمنين وليس مكانا للمتشككين. هذا ليس مكانك يا دكتور، احنا مش عاوزين مشاكل مع الحكومة. ما كانش في حاجة غريبة لما سمعت صوت الشيخ رجب البنهاوي. يمكن ما كانش صوته إنما صوت منشد تاني يشبه صوت الشيخ رجب، بس الغريب إني كنت متأكد إني سمعت صوت رامز الشريف بيغني أوبرا. بس للأسف ما قدرش أتأكد إذا كان ده حقيقي ولا هلاوس. بغمض جفوفه
عايزه بس ممكن اتفضل خد خمسه ورجع علي الباشا بره بس حضر العربيه توصل الدكتور للعنوان ده تمام يا فندم ممكن افهم فيه ايه انا ما اعرفش بس الظاهر ان انت مطلوب لحاجه مهمه اتفضل يا فندم دكتور يحيى انا اسف جدا انا اضطريت ارجع للاسلوب ده بعد ما دورت عليك في كل حته وما لقيتكش بس لما تعرف السبب هتعذرني نورت الحمد لله على السلامه مين كده بكلامنا؟ فريد بالظبط بعد ما تقابلت انا وانت في اسكندريه بحوالي اسبوعين قابلت حياة وفريده مش عايز اطول عليك حياة كان عندها مشكله صغيره مع البوليس حسن الحظ قدرت احلها لها عن طريق بعض معارفي في الفترة دي لقيت ان انا وحياة بنقرب لبعض بقيت متجوزنا كانت كل حاجة كويسة في الاول لغاية من حوالي شهر في حاجة حصلت لحياة؟ مش حياة فريدة من حوالي شهر ابتدى يجيلها كوابيس واحلام مزعجة كده مستوى في المدرسة يتأثر بعدت عن صحابها وأصبحت لازقة في أمها لغاية من كام يوم فجأة بطلت تتكلم كأنها خرست من غير أي سبب عضوي الكراسة دي معناها إن فريدة بتصرخ بصوت عالي عايزة تشوفك فريدة حلم حلمنا بيه أنا وإنت ليلتها ما سابنيش عمر إلا لما وعدته إني أزور فريدة تاني يوم مر علي أكتر من ساعة قاعد جنب فريدة بحاول أتواصل معها وخليها تتكلم لكن فشلت وفي النهاية راحت في النوم وسابتني قاعد لوحدي مش فاكر مر عليا كام يوم وانا بدور عليك انتي وحياة يمكن اسبوعين او اكتر احيانا كنت بحس اني سخن وعندي حمى
واحيانا كنت بحس اني مجنون ماشي ورا خيال، ما بقتش عارف اللي بحسه ده حقيقه ولا اوهام. بس ما كنتش محمود ولا مجنون ولا بخرف، لاني في النهايه شفتكم، كنت لابسه لبس ولد وحياه كانت منقبه. مشكلة اني بحب. من شوية افتكرت اني اتخلصت من الاحساس بالحب، الشعور بالحب والعذاب بتاع الحب. افتكرت اني اتخلصت من الفقد والبعد، بس ظهرني لسه بحب. انتوا عملتوا ايه الفريدة؟ عملنا ايه؟ مجرد اختبارات عادية نفسية وعصبية زي اللي انت كنت ممكن تعملها بالظبط. هو لو حابب تقابل فريق الاخصائيين هما يشرحوا لك بالتفصيل ممكن. استخدمتوها كوسيط؟ احيانا. في ايه؟ في قضايا الحصول على معلومات. استخدمتوها كوسيط لمتهمين تحت الاستجواب. انا هبقى اجي ازورها كمان كام يوم. أي دكتور كان ممكن يشخص حالة فريدة وهو مطمن بأنها حالة اكتئاب حاد، لكن صعب أنه يخرجها من الكوابيس اللي بتشوفها وعايشة جواها واللي هي سبب الاكتئاب. فريدة طفلة انتزعت من عالمها الطفولي البريء. لما استخدموها كوسيط دخلوها في عالم مخيف مليان بالفزع والألم والمعاناة، عالم خالي من الإنسانية والرحمة، وما عرفوش يخرجوها منه. الحارس قال لي ان سكان البيت نجوا من الحريق، لكن ما اعرفش عايشين فين دلوقتي، وحسيت بالخوف بيتسلل في قلبي زي السم. حاسه اني عايشه في ضلمه مش عارفه ولا فاهمه.
نفسي ترجع لي القدرة على المعرفة، أو على الأقل العقل الصافي علشان أفهم. مر شهرين بعد الحريق، جددنا البيت وغيرنا الأساس اللي اتحرق، بس كل يوم كنت بصحى أدور على فريدة وأتأكد إن مفيش حريق تاني حصل. فريدة صحتها اتحسنت، بقت بتاكل كويس، وأحيانا فوائد غريبة. عمر أنا زهقانة. أنتي وحشاني. مش النهاردة. ليه؟ عمر قلت لك مش عاوزة. ليه؟ معرفش ليه. يمكن علشان قلقانة أو زهقانة. مش في المود. أحيانا بكون عاوزة. وأحيانا تانية بيبقى ما عنديش مانع. بس دلوقتي لا. عمري ما عرفت عمر اتجوزني علشان حبيني ولا عشان فريدة. عندي أسئلة كتير مش عارفة أرد عليها. يا ترى إيه طبيعة العلاقة بين عمر ويحيى؟ وليه يحيى بلغ عمر عن فريدة؟ بتعملي ايه هنا؟ بجري. انتي ايه اللي بيصحيكي كل يوم بالليل؟ بحلم واصحى. حلم ولا كابوس؟ بحلم ان احنا رجعنا بيتنا اللي على البحر ومعنا عم حبيب وميتشي والشيخ رجب والمايسترو أنطونيو. مرت شهور حاولت فيها الاتصال بعمر وفشلت، وفقدت أثر حياة وفريدة للمرة الثانية.
لغاية ما في ليلة لقيته قدامي. عمر. أهلا يا دكتور. اتفضل. لا معلش معايا ناس. حبيت أسلم عليك. أخبار فريدة إيه؟ فريدة كويسة؟ حياة؟ طلقنا. أنا آسف كنتش عارف. شوفوش بخير. عارف ان انت السبب في افساد حياتي. انا واحد هو صغير وطموحه كبير، بس انا كان طموحي كبير قوي. كنت دايما بحلم بشيء كبير اعمله، شيء مهم. زي ايه؟ انا كنت كل ليلة قبل ما انام احلم حلم يقظة، حلم واحد بأشكال مختلفة، إزاي أقدر أعرف كل حاجة ويبقى عندي معلومات عن كل اللي بيحصل، أوصل لمعرفة مطلقة، سيطرة كاملة وقدرة ملهاش حدود. كنت بصل لكل الفروض، بدأ ربنا حقق لي هدفي. كانت أحياناً مشاعري بتفيض وتنزل معناها الدموع. كانت دي أكتر فترات حياتي روحانية. كنت على اتصال قوي بربنا، وكان عندي هدف وطني سامي. سمعت عن البحث بتاعك عن القدرات غير العادية في البشر. بدأت أحلم وأفكر في النتائج والتطبيقات اللي ممكن نوصل لها لو استخدمنا القدرة دي. من غير ما أطول عليك، أقنعت رؤساء تمويل البحث وبدأت أحلم معاك لغاية ما لقينا فريدة. بدأنا مجموعة من الفحوصات والاختبارات، مش بس على فريدة لكن كمان على الأب والأم. حياة ما لقناش عندها أي قدرات خاصة. أما الأب فكان غريب، قال إن فريدة مش بنته. سألته والبنت مين؟ قال إنها بنت الشيطان. الاختبارات اللي عملها على فريدة كانت مذهلة. مستوى ذكاء نادر، قدرة على الاستشفاف والاستبصار ونقل الأفكار. لغاية ما ابتدينا نستعين بيها كوسيط في بعض الحالات والقضايا عشان نعرف معلومات محددة. في البداية النتائج كانت مذهلة وحسيت إني وقعت على كنز. الفترة دي لقيت ان انا وحياة بنقرب لبعض.
عارف. انت ما تعرفش. انا كنت خاطب وبحب ريهام. فسخت الخطوبة. واتجوزت حاجة. عشان تسيطر على فريدة أكتر؟ في البداية كان ده الهدف. تعرف الحالة اللي كانت عند فريدة؟ بعد ما انت جيت وزرتها حصل لها تحول سريع. بدأت تاكل وتستعيد صحتها. ببساطة رجعت لها الرغبة في الحياة. وفي ليلة حصلت حريقة في البيت. عارف اتنقلنا كم مرة وحصلت كم حريقة في الشهر؟ 3 مرات. كان تقرير المعمل الجنائي ان سبب الحريقة اشتعال ذاتي. في كل مرة اشتعال ذاتي. كان جحيم فعلا. طلع حياة ما بنامش اكتر من 2 ساعة في اليوم. تدريجيا ابتدى يتكون عندي احساس ان فريدة هي مصدر الشر. كنت انا وحياة منهارين وعصبنا تعبانة. في نفس الوقت اللي فريدة كانت بتستعيد صحتها. ابتدت تتكلم وتلعب. وتغني. ازاي اتأكدت بقى ان فريدة هي سبب الحرايق؟ سؤال مهم. قررت اجرب حاجة. سبت حياة وفريدة يعيشوا لوحدهم. ورحت مكان تاني لوحدي. تفتكر ايه اللي حصل؟ الحرايق وقفت. الحرايق وقفت. في شيخ رحت له قال لي انت نايم في حضنك حياة. فوق واصحى واهرب. صار طلعت حياة. انت قلت لي ان انا اتجوزت حياة عشان اسيطر على فريدة. ايوه. بس لما طلعتها عرفت اني كنت بكره فريدة. وبحب حياة. بس انت برضو ما قلتليش ازاي اتاكدت ان فريدة هي سبب في الحرائق. قلت لك لما بقت الحرائق وقفت. ليه ما تكونش حياة هي سبب في الحرائق؟ حسبنا كام كده؟ مش فارق معايا. فريدة؟ فريدة؟ أنا آسف، افتكرتك حد تاني. عمو، فريدة مستنياك. مستنياني فين؟ عند البحر.
البحر. انت تعرفي فريده؟ اه. انت يا راجل انت حكايتك ايه؟ مره بالجلابيه ومره بالبنطلون ومره بالدجن ومره من غير الدجن ومره بالزفت اللي على دماغك ده. عاوز مننا ايه؟ بعدين انت بيشتغل ايه؟ حرامي ولا جاسوس ولا مخبر ولا ايه بالظبط؟ حبيب الله. اهلا دكتور يحيى. الحمد لله على السلامه. يسلمك. الحمد لله. كان الزمن دار دوره كامله. مش فايده فيك ابدا دكتور يحيى. وكاني رجعت من البدايه. والله العظيم يا دكتور انا هلمت ليك امبارح، بس بصراحه كان بيجي البنديه بس من غير الشمره الجديده دي. ايوه والله اشرخت الانوار. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. صاحبك صاحبك موجود طبعا. يا اهل الدار الكل موجود. دكتور يحيى الشيخ رجب، دكتور راجي منصور، رامز شريف، وسنيور أنطونيو، ومعاه بنت مصرية حامل في الشهر الثامن، كانت عاهرة وحبها واتجوزه. ألف مبروك ألف مبروك. حياة، يا ترى في أوضة فاضية؟ عاوز تقعد كمان؟ لا شكلي هطول المرة دي. يخرب بيتك، انت لسه واقف هنا بتعمل ايه؟ يا ابني ده بنسيون امك ولا لوكانده ابوك؟ يا ابني الغساله امك واحد وابوك 100. خطرت في بالي فكره، مش جايز كل دول عندهم قدرات غير عاديه؟ Thank you.
Thank you.